موضوع تدريب قوات مكافحة الشغب أو ما خلينا نقول قوات كيف تتعامل مع المتظاهرين، هذا مو فقط أنه بتجهيزات. أولاً يراد له تجهيزات خاصة. اثنين يجب أن يكون يعني التدريب النفسي، شلون أعد أعداد نفسي. نملك هذا الشيء؟ أدنى بس نحتاج بعد أكثر، أقول لك يا بصراحة. أنا شلون أعد هذا المنتسب اللي هو في قوات مكافحة الشغب وقوات حفظ القانون، أعد أعداد نفسي أنه شلون يتعامل ويا المتظاهر. ليش؟ يعني مثلاً هذا الأعداد النفسي ممكن أنه يجي واحد مع احترام يعني بتظاهرة في أي مكان آخر ويجي على هذا الجندي أو المقاتل الموجود، ممكن يغلط عليه، ممكن يضربه، ممكن يسبه، ممكن أعد أعداد نفسي بحيث أنه يتحمل كل هذا وما شنو يتصرف تصرف آخر. وهذا هو مو فقط على المقاتل يعني المنتسب، الضابط أيضا الموجود، آمر القوة، الضابط، كل هذول يعدون أعداد نفسي كبير بحيث توصل إلى مرحلة أنه يعرف شلون يتصرف في كل